اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا بنوت بروشو. الحلقة اليوم اكيد مع الاخصائي التغذية حبيبة قلبي رولا كمال، صديقتي وعطول بتابع انا وياها، اصلا حتى تلاميذي يعني بتابع انا وياها موضوعهم، وحتى اللي عندها اذا حدا بده يعمل بادي بيلدينج كمان بتستعين فيه، نستعين ببعض يعني، لان في اختلاف بالرأي عند الكل، في فرق بين اللاعب كمال الأجسام والإنسان العادي اللي بده يضعف. هلأ أكيد بهالحلقة بدنا نسألها الفرق ما بين اللاعب كمال الأجسام والعادي. رولا، عادة بيجوا لعندك ناس أكتر أنه ما بيلعب بادي بيلدينج، يعني ما بده بطولات وهيدا. إذا إجا عندك ناس، واحد مثلا بده يعمل بطولة وقال لك أنا عندي بطولة بعد 8 أشهر مثلا، أوكي. شو جوابك له؟ أنا بفضل حدا بده يروح على البطولة أكيد ما يلتجأ لإلي، لأن القصص اللي هو بده يتبعها بنظام حياته بهالفترة ليفوت على البطولة أنا ما فيني ساعده فيها، بفضل يلتجأ عند حدا أخصائي بهذا الموضوع، لأنه القصص اللي هو مفروض يأكلها والسبور، لأنه نوعية السبور بده ياخدها كليا مختلفة عن اللي نحن ندرسينه بالجامعة، يعني حتى هو هذا الموضوع نحن أصلا ما بندرسه بالجامعة كليا، يعني ولا مرة أخذ كورس كيف واحد بده ينزل على بطولة شو لازم نظم له أكله، إلا إذا رجعت من بعدها أنا أو حدا تاني كملت كورس فيها تتابع معه، بس أنا كأخصائي تغذية مني مخولة إنه أنا أعطيه نظام غذائي ليفوت على بطولة. وشو بيعمل بهال؟ ساعتها أنا بقول له مثلا روح عند محمد بنوت أو روح عند حيالله حدا تاني هو بده يكمل معه، بس أنا كأخصائي تغذية ما فيني ساعده بهذا الموضوع. طب هو بالبرنامج، خلينا البرنامج العادي اللي بتعملي أنت لأي شخص يعني، على شو بتعتمدي؟ يعني إجا لعندك عملتي له الفحص تبع تشوف المي إيه. اوكي، اذا اجى لعندي حدا عم يتمرن عادي وبده يكبر عضله شوي فينا فيه يلتجئ لإله، حدا بده يفوت بطوله اكيد ما فيني ساعده، مثلا هذا الشخص اللي بده يجي يكبر عضله شوي يعني فينا نحسب له نقول هو وزنه 80 كيلو، فينا نعطيه بروتين مثلا 2 جرام بير كيلوغرام او 2.2، يعني فينا نعلي بهذا الموضوع وكمان نشويات كمان نحسب لهم على قد ايه عنده وزن وعلى الجرامات، بس حدا بده يفوت بطوله اكيد بيصير غير كالكوليشن. هلا بالبطوله انا بعطيه 2.5، اوكي، والكاربس انا بعطيه اوقات 4 اوقات 4.5 اوقات 3 اوقات 3.5 حسب شكله، حسب بدي اشوف كيف بدي ابرز له عضلاته وكيف بدي اخلي الشرايين تبين والجلد تصير ريقه، يعني نشيل المي هو انا ابدا ماني خبيره فيه. ما هي في مفهوم خاطئ لان كمال الاجسام، لان بحر كتير كبير، يعني بده يطلع على المسرح بده يكون تحت الجلد فاضي من المي، يعني انا بوقف له مي قبل بيوم من البطولة، بوقف له مي بالليل وبعلي له الملح واللحمة والملح لا تبرز عضلاته، تكبر عضلته والمي خلص بيشيلهم، يعني بتصير عنده جلد رقيقة وشرايين مبينة وعضل كبيرة. هي بالنسبة لبعض لاعبين كمال الأجسام. انت اذا بدك تحسبي مش لا يعني حدا بده يعدل شوي عضله ويوطي الدهن بجسمه، ايه انا بعطيه تقريبا 3.5 او 4 جرام بير كيلوغرام نشويات، وبعطيه ولا مره على 2.5 بروتين، 2 جرام ماكسيموم 2.2. طب اوكي، اذا بدي اعطيه انا رز، أوكي، مثلا بدك تقلي له بدك تاخذ 250 جرام رز بعد السلق. بعد السلق، طب هول 250 جرام رز قديش فيهم كاربس؟ كيف تحسبيهم اذا بدك احسب لك اياهم؟ انت عم تحكي لحيال لحدا؟ ايه لحيال لحدا. اوكي، كنت عم تسألني عن 250 جرام رز، قلنا نقسمه على 4 بيطلع 62 جرام نشويات. اوكي، اذا وزنه 100 كيلو، اوكي، نحن كنا عم نقول وزنه 100 كيلو ضربناها بأربعة، ضربناها بأربعة بيطلع 400 جرام الكاربس حصص يعني النشويات. اوكي، يعني كم وجبة صاروا؟ يعني تقريبا بدنا 6 وجبات نشويات بالنهار. ست وجبة، هذه ضربناها بأربعة، نحن يعني بدي ضخمه، بدك تضخم، بده ياكل 6 وجبات نشويات، كل وجبة بده يكون فيها 250 جرام رز، يا رز يا بطاطا. صح. طب اوكي، البطاطا عادة أنا بزينة، يعني بقشرها بزينة برجع بحطها بعكس الرز، لأنه القشرة ما بدك إياها،
بس قبل ما اسلقها قبل ما تسلقها الرز من بعد ما اسلقها لانه الرز بينفش، البطاطا ما رح ينفش، حتبقى مثل ما هي بس مشان لاني كثير انا كثير بيسالوك هذا الاسئله وبيلخبطوا ما بيسالوني انا بيقول لي مثلا اكلت ثلاث لك خي لحم بيطلع صحن كبير كيف كيف بيلخبطوا اذا قبل او بعد الطبخ. صرحه ما كرمال الرز دائما بده ينزين بعد الطبخ لانه الرز بينفش مع المي، البطاطا ما بتنفش مع المي، بتعبي يمكن شويه مي في يزينها بعد الطبخ البطاطا. اوكي وقلنا البروتين الدجاج والسمك هذا بعد الطبخ. طب اوكي عرفنا نحن هلا الكاربس انه كيف منقسم له اياه، بيبقى عندنا في عندنا البروتين قلتي انه 2 او 2.2 هلا انا بعطي 2.5 اذا كان عندنا بطولة. يعني اذا ضربتيها باثنين يعني انت وزنه 100 نحن بدنا لنقول 2.2 يعني تقريبا بدنا 220 جرام أوكي. بروتين. اوكي كيف بتطلعي له اياهم؟ اوكي 220 جرام بروتين. اوكي كرمال البروتين كنا عم نقول اذا واحد وزنه 100 كيلو 100 كيلو عم نعطيه نحن 2.2 يعني بده تقريبا 220 جرام بروتين. اوكي 220 جرام بروتين تقريبا اذا عم نحكي كل حصه 180 جرام بده تقريبا 6 حصص. سو 6 حصص فينا نعملهم 5 حصص لحمه او دجاج او سمك وحصه وحده واي. اوكي واذا انا عم بضرب له 2.5 بعطيه كازيين قبل ما ينام صح. ونحن بحصه ال 180 جرام لحمه او دجاج او سمك عم يطلع له فيها 45 جرام بروتين. يعني هيك خليه يحسبها هو مزبوط، يعني اذا بده ياخذ السمك او الدجاج بده من بعد ما يشويها بيزين 180 يعني اخذ هو يعني 45 جرام بروتين. قسمت له اياهم على 5 وعلى يعني اخذ هو اللي بده اياه صح مزبوط. وإذا أنت عم تقول 2.5 مثل ما قلت فيك تزيد حصة الكازيين. الكازيين. طب بس بدي لأن هلا كنت عم بحكي أنا وياك تحت الهواء إنه إذا الصبح إنه ما إله خلق وهيدا أنا كنت عم أقول لك لازم يكون له خلق لأن مجبور. أهم وجبة هي أول وجبة أهم دمينة. وجبة لأن الكورتيزول بكون عالي، وقت اللي بكون عالي يعني الكورتيزول بكون عم يهدم لنا العضلات، فنحن هذا بدنا ننزله الصبح. كيف بدنا ننزله؟ بالأكل. بالأكل. هلأ أنا عادة شو بعمل؟ بخلي للشخص أو أنا باخد يا شي 5 جرام بي سي اي اي مشان نزله، أو هلأ حاليا أنا بتحضيري عم بشرب الجرين تي الشاي الأخضر مشان صراحة نزله شوي، بعمل كارديو برجع بفوت بأول وجبة البروتين مع الكارب مع الجود فات. أوكي. بس أنا باعتقادي واللي هو المعروف بلعبة البادي بيلدينج إنه أول وجبة هي لازم تكون الأساس لأن بتعطينا مسافة من 6 لـ 7-8 ساعات إنه جسمنا يستهلك الطاقة من الأكل اللي أنا أخذته أول وجبة. هلا في كتير بفي بس بيشرب قال نسكافيه أو شيء أو هذا بتضحك عليه شو عم يعمل ما عم يعمل شيء أصلاً لجسمه. هلا هو الحاجة اللي بده يعمل بادي بيلدينج أكيد بده يمشي مثل ما أنت عم بتقول، بس ليتلي بالنيو ستاديز إذا عم نحكي حدا بده يخسر وزن عم بيحكوا عن شيء اسمه الانترميتنت فاستينج اللي هو الصيام متقطع 16 ساعة صيام بخليه كمان يكسر دهن. سو البادي بيلدينج شيء كرمال يساعده كل نهار ليبني عضل وما يحرق يعني ما ياخذ من جسمه والخسارة الوزن شيء ثاني. طيب هذا اللي بده يخسر وزن، طيب هذا اذا انت ما اعطيتيه او نحن ما اعطيناه انت بدك تضعفيه بطريقه انه عم تقللي له الكاربس وعم تقللي له اشياء ثانيه يعني. طيب هذا عضلته ما حتكبر يعني وحتبلش تصغر هون بتصير الجلد مترهلة. ايه طبعا. إيه لا ما هذا الموضوع بس يجي لعندي لنقول بعد اسبوعين او 3 اسابيع على المراجعة اذا اكيد عضلته نازلة اكيد بتبع نظام غذائي ثاني. انت بوقت اللي بتعملي له الفحص بيبين انه نازل دغري بتعملي له دغري بغيروا النظام يعني اذا كان خسران عضل دغري بزيد له نشويات. لان عادة انا بالبرنامج وقت اللي بكون عنده بطولة الواحد انا اوقات بنزل الكاربس. أوكي. بس انا ما بنزله على الاخر هون بلبنان بنزلوه بيعملوه زيرو كاربس. بأمريكا وقت اللي تعلمتها بأمريكا وقت اللي حضرت بطولاتي بأمريكا عطول ما لازم يكون زيرو كاربس. ليه؟ لأن العضلات بتبلش نفس يعني بيصير فلات. أوكي. يعني العضلات ما بتبين ما بيصير عندها بامب. أوكي. وعادة قبل الكمبيتيشن بشي 10 أيام أو 15 يوم
بشوف الجلدة وقت بكون أنا منزل له الكارس بتصير جلد رقيقة بس فيها طبقات هون، بقوم بس أعطيه الكارس بزد له كارس بتعبه عرفت كيف؟ يعني هون بعبي هول أصلاً. ايه لأن هني هون ما بيعرفون هول الأشياء صراحة يعني، لأن كتير كتير أنا بشوفهم كيف عم يحضروا وبعم يحضروا بطريقة غلط. يعني أنت من بعد 20 يوم بس تعملي له الفحص ببين عندك إنه شو نازل شو طالع، نازل إذا نازل معه العضلات دغري بتزيدي له النشويات. يعني هيك بنكون نحن أعطيناهم. طيب الدهون كيف بدنا نعطيهم الدهون؟ يعني الجود فات قديش إذا أخذ هو أعطيناه ضربنا باثنين 2.2 وضربنا بأربعة الجود فات كيف بده تقريبا 20% من قديه هو بيحرق قديه هو بحاجة جسمه كالوريز 20% تقريبا. كيف بده يحسبها؟ نقول أوكي أنا إذا حدا بده يجي بس لخسارة وزن كرمال الدهن أنا ما كتير بحسب من الجرامات مثل النشويات والبروتين، بعطيه مثلا ملعقة زيت زيتون على الغداء، ملعقة زيت زيتون على العشاء، أكيد في يزيد شوية زيت على اللحمة أو الدجاج اللي عم يعملون، وفيني زد له يا نص حبة أفوكا إذا بده يزيد يعني إذا وزنه أعلى بزد له أفوكا على العشاء، وبعطيه سناكات وحدة بيناتهم جوز أو لوز أو كاجو. هلا هيك نحن كمان نعطي للبادي بيلدينغ، بس الأفوكا أي ساعة بتعطيه؟ بعطيها على وجبة العشاء. أنا بعطيها قبل ما ينام. ليه؟ لكن بحلقة الجاي بقلكن أنا ليش بعطي الأفوكا قبل ما ينام. وهيك منكون خلصنا البارت الثالث من برنامجنا بنوت بروشو. تابعونا أسبوع الجاي كمان مع أخصائية التغذية رولا كمال. يعطيكم العافية.